مقابلة ممتازة الحمد لله، فرحونا ونشكر الجالية المغربية لا من فرنسا ولا من إيطاليا ولا من جميع الجالية المغربية كاين في أوروبا كلها، منتخب قوي حنا كنساندوه إن شاء الله يحقق المستوى الرفيع في روسيا. وحنا مساندين إن شاء الله في روسيا يكون منتخب قوي وينافس واخا المنتخبات قوية اللي غنمشاركو معاها، لا سواء لا سواء إسبانيا ولا البرتغال، غنكونوا ان شاء الله في الموعد. وحنا مساندين كيف ما كانت النتيجه، حنا المنتخب المغربي حنا وطنيين كعزونا المنتخب، ومرحبا به مرحبا به معنا وديما مغرب. عاش الملك. انا كنت في نسلا تبارك الله. وانا شفت من بريشيا مشى طرفيضه سيدي عثمان، مرحبا ديما مع المغرب ديما ان شاء الله نديروا فواياج الروسي الى سهر ربي ان شاء الله. انتم شفتوا المنتخب ديالنا كي داير تبارك الله، ومنتخب يستاهل روسيا، وحنا معاه بالدم بالقلب باش ما جاب الله، المهم حنا ما غنضيعوش فهمتيني. وشتو الجمهور كي داير في تورينو؟ القناة مشات الحمد لله الجالية، انتم شتيوها منين جاية؟ من كل مدام فرنسا جماهير غفيرة، حنا مكباتي ميليا جايين حتى لهنايا ان شاء الله. ان شاء الله حنا الوالا الوالا ان شاء الله، حنا معاهم بالدم. وشتو الحمد لله الجالية المغربية كتساند المنتخب الوطني فيما مشاو الحمد لله. الحمد لله بحال اللي راه لعبوا في ارض الوطن اليوم، الناس جماهير غفيرة. كنشكروا سوف تي في والاحباب والصحاب، كنشكروا سوف تي في هذا ما كانوا فيه في الماروك، كنشكروا سوف تي في. برافو 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 ماروك. انا جيت هنا لتورينو باش نشوف المنتخب وعجبونا، فيفا ماروكو. ايوا خويا مقابله دازت في اجواء حماسيه واللعبه لعبوا نفس واللي علينا، راه حنا نمشيو معكم حتى روسيا ولكن تبقاو رجاله هكا. المهم مباراه دازت في اجواء جد رائعه وعطاو ما على بهم، السيد رونار في المستوى. زوينه بزاف تورينو تورينو تما في ايطاليا ايطاليا ان شاء الله. ممتازه والفوز فقط هذا دافع معنوي وكل شيء باش ناخذ المباراه ديال المونديال باريحيه وبوجي. وحتى الفريق الصربي ما كان ساهل لانه كان خصم عنيد، وتتمناو التوفيق للمنتخب الوطني في المونديال ان شاء الله. كنشكر الفريق الوطني على الاداء الرجولي اللي داروا، كتبداو له حظ سعيد في مونديال روسيا ان شاء الله.